بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الثلاثاء، تبقى دائما الوضعية الجوية مستقرة، تيارات جنوبية غربية تبقى تعمل على ارتفاع لدرجات الحرارة، أجواء مشمسة على السواحل، شبه رعدية بالمرتفعات الوسطى، ضباب وسحب سفلى خلال الصباح نحو السواحل الغربية، تصبح الأجواء مغشة جزئيا خلال الظهيرة، احتمال أمطار رعدية محلية خلال الظهيرة نحو منطقة أو الهضاب الغربية، وتبقى أجواء مستقرة وصحوة على أغلب المناطق الجنوبية، درجة الحرارة تبقى مرتفعة خاصة نحو المناطق الوسطى والغربية. يوم الأربعاء بإذن الله ضباب محلي خلال الصباح الباكر على كل السواحل، تتبعه أجواء مشمسة على العموم بكافة أرجاء الوطن، عدا بعض السحب الركامية التي ستتشكل بدون فعالية على منطقة تندوف والهضاب الغربية، درجة حرارة تبقى مرتفعة. يوم الخميس نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم الأربعاء، وطيلة هذه الفترة ستنشط بعض الزوابع الرملية نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، تجعل الرؤية ضعيفة.